شغل النهج السياسي الخارجي لروسيا وبخاصة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة حيزا كبيرا من الاهتمام العالمي. كان شخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موضع نقد من معارضيه، كما كان محط إعجاب للكثيرين. بوتين أنقذ عالم من الحرب، وهذا تستحق، وهذا شيء الذي يبدو أن هو بقراره هذا أبعد خطورة الحرب وسجل إمكانية الطريق نحو جنيف 2. ويتساءل كثيرون عن حسابات فوربس في تصنيفاتها السنوية، فهل كان هذا الموقف الروسي تجاه القضية السورية وحده من بين الأسباب التي جعلت مجلة فوربس تصنف الرئيس الروسي على أنه الشخصية الأكثر تأثيرا في العالم؟ ريتينج جورنال فوربس это очень серьёзный рейтинг. تصنيف فوربس جاد للغاية، وهو اعتراف دولي بجدارة بوتين بهذا اللقب. وما حضور هذا العدد الكبير من الساسة العالميين إلى روسيا خلال هذا العام إلا دليل على ذلك. ويرى آخرون أن القضية ليست قضية تصنيف. هذا مش قضية تصنيف، هذا قبل تصنيف اللي كان. هذا تصنيف شعبيا. هذا تصنيف الرأي العام. وفوربس هو كان مضطر أن يسجل هذا التصنيف شكليا. إذن بوتين أزاح أوباما من منصبه في مجلة فوربس التي اعتبرته العام الماضي الشخصية الأكثر تأثيرا في العالم، لكن مراقبين يعتبرون ألا ضير في ذلك، ففي المقابل أنقذ بوتين أوباما من انتحار سياسي كاد الأخير أن يلقي نفسه فيه. أن يحتل بوتين مرتبة الشخصية الأكثر تأثيرا في العالم من بين أكثر من 60 منافسا على مستوى رؤساء دول ورجال أعمال ودين، قد يزيد من شعبية السياسي الأول في الكرملين، وقد يزيد من حساده في سياسة صنع الخير. قد يكون تصنيف فوربس لاقى صدى له في أي مكان في العالم، لكن ليس في الكرملين. فبحسب دمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، فإن الرئيس بوتين ينظر إلى مثل هذه الأمور بشكل عادي. محمود سمودي، RT، موسكو.